كل شغل انهم يتعلموا كويس و يكونوا حاملين شهادات حقيقيه للعمل و في نفس الوقت يحبوا الفن كهوايه لانه اي عمل كلها يحتاج الى طرح فني. اذا لم يكن هناك طرح فني اي عمل ما ينجح، حتى في 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 المجال الديني، يعني تجد مثلا شيخ مرغوب ومحبوب وتسمع الناس اكثر من الشيخ الثاني. المورد واحد وانا واحد بس حارس واحد، لكن الشيخ يذكر مقلب وجدانك عن الشيخ الاخر. ليش؟ لانه عنده طرح فني. الطرح الفني اي الفن لازم يكون مواكب لجميع فعاليات الحياه.